المشاعر كحزام حريري غير مرئي تربط الحياة بعقدة كعقدة الفراشة، فسيكون العيد كتلك الأيدي التي تفك العقدة. يفتح صندوق اللقاء السحري، يخرج الأطعمة والفرح، ويرسم خطوط الموسيقى الجميلة وتحيات الأقرباء والأصدقاء. هي أجمل كلمات، الأغاني تتدفق من كل فم. بعد شهر واحد من الصوم يستقبل الناس اليوم السنوي الكبير عيد الفطر. هذا اليوم كيوم عيد الربيع في أهميته، يتبادل الناس التحيات بسعادة، ويقضيه أفراد العائلة سويا، يزورون الأقارب والأصدقاء، يتناولون في كل بيت وجبة، طعام لذيذ معد للعيد. صاحب البيت يقدم أحسن الأطباق على المائدة إلى الضيوف. كل الأقرباء والأصدقاء يتمتعون بالأكلات الجميلة. الرجال يتحدثون عن العمل، والنساء يتحدثن عن البيت، والأولاد يأكلون بجد في صوت ارتطام الصحون والملاعق. لا ينتهي صوت الضحكات وموسيقى الفرح والألحان الجميلة. نساء سونغهوا بارعات، يقدرن على تشكيل العجين إلى أشكال، يقطعنه على شكل أزهار بالسكين، يضعن الأوراق باليد، يدسون التوابل بحشو اللحم المفروم. كل ما يقلى في القدر هش، يغلى في القدر قطع العجين ولحم الضأن. كل لقمة تؤكل هي شوق الأسرة والعاطفة التي لا تذوب. Thank you.
النساء الجالسات سويا الابتسامة على وجوههن مثل الزهور. يملأ جو العيد وجوههن، ينتشر الفرح. بيت دينغ يوي جينغ في مدينة تونغشينغ بنينغشيا، وأيضا يقضون هذا اليوم المشغول والصاخب. يجب أن يضغط العجين المعد للقلي بالعصا لإخراج كل الهواء منه. جعل العجين ثابتا وقويا، ثم إعادة العجن إلى أن تصير عجينا متماسكا ويصير القدر ساخنا. النساء بدأن تشكيل العجين مرة ثانية، فتلنها إلى شرائح طويلة. ترتب الشعيرية ثم تعلق في العيدان. بعد قليها تصير هشة ولذيذة. يمزج البيض مع العجين وتفرد كصحن دائري. تقلى وتصبح شرائح مقلية ذهبية اللون. تضغط قطع العجين ببراعة فتتحول كأزهار. تفتل العجين إلى رقيقة وعريضة بنفس المقياس، وبعد التدوير يكون لابيا مجدولة وفقا للعادات والتقاليد. هناك أطباق شهية يستحيل غيابها في الخطوبة.
يدهن العجين بالبيض ويقولب إلى أشكال عدة. بعد الزيت المغلي تصبح ملونة، تدور في العسل، ومن ثم توضع عليها طبقة سمسم كما يرتدي زيا جديدا. عند وضعها في الطبق تتولد عاطفة خاصة لدى الناس، فكأنما اللعاب يسيل بداخل الفم، كأن هذه متعة العيد الأساسية. يهب نسيم البحر، تدور رائحة غنية في السماء. مدينة غوانجو التجارية المتطورة، جو العيد يصير أكثر تركيزا. شارع خلفي لمسجد الصحابي في كل عيد، قد أصبح المكان المفضل للذهاب. هناك مجموعة متنوعة من الأغذية الحلال. المسلمون الصينيون وغير الصينيين هنا يجتمعون في مودة، يحتفلون، يتشاركون فرحة الأعياد. أهمية العيد يمكن أن يكون أكثر من يتفهمها الأمهات. هنا مسجد يانجو غاويو يوتسوي ليان بدأت العمل في وقت مبكر استعدادا لاستقبال الابن وزوجته اللذين يعملان بمكان آخر. الأطعمة اللذيذة الفاخرة، كيفما كانت الأطعمة في الخارج لذيذة، ليست كالأطعمة التي تعدها أمه. طبق من الأكلات المعتادة. أوز جيانسو المملح الخاص بيد يوجو ليان، ينظف، يتبل، يسلق في ماء ساخن في قدر قديم. لقد نفذت الرائحة اللذيذة إلى قلب الابن، البطن فارغة في انتظار الطعام. سنوات طويلة في الخارج، يساعد أمه في الأعمال المنزلية بعد العودة، حتى مجرد مراقبة الوعاء على الوقود أو بملء الأواني بالطعام. وهذا أيضا التفاعل الحميم بين الأم والابن. الأم طبخت أطعمة الابن المفضلة، أعدت من كل الأطباق اللذيذة، لحم الضاني المقلي، طبق السمك المسلوق التقليدي، وجميعها طهتها بوصفتها السحرية. هذا السحر اسمه حب الأم.